يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرأي في تفسير المصباح المنير، مختصر تفسير ابن كثير؟ ما قرأت فيه، لكن ابن كثير ما يحتاج إلى اختصار، هو مختصر ما يحتاج إلى اختصار، وهو مختصر في نفسه ومفيد جدا، مبني على أصول التفسير الصحيحة. نعم، وكذلك إذا اختصروا ما سووا شيء، ما سووا شيء. نعم.